السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملكات مصر. والنهاردة هتكون حلقة مجمعة فيها مجموعة من الملكات من الأسرات التانية والتالتة والرابعة، ما عدا الملكة خنتوكاس آخر ملوك الأسرة الرابعة. دي هتكون في حلقة منفردة، وده نتيجة إنها كانت ملكة حاكمة، وبالتالي هي تستحق إن يكون لها حلقة لوحدها، عكس بقية الملكات النهاردة اللي احنا هنتكلم عليهم. هما ملكات رئيسيات، زوجات رئيسيات للملوك. في الأسرة التانية معلوماتنا كانت قليلة جدا، أو ما تزال قليلة جدا عن الأسرة دي. البعض بيشك إن حصل انقسام في مصر، إن أحد الملوك قسم الحكم ما بين، قسم البلد ما بين أولاده، بالتالي مصر اتقسمت لكذا مملكة وحصلت حروب عشان يعاد توحيدها مرة تانية. في البعض بيشكك في الموضوع ده، لكن نتيجة إن في خلل ما حدث في الدولة، فإحنا إنت متعرفش ترتيب ملوك الأسرة التانية بشكل كبير، ما عدا خاعسخموي آخر ملك. حتى ده كمان في ناس بتقول ان في واحد بعده مسك فترة قصيرة ما بينه وما بين زوسه، لكن النتيجة النهائية ان احنا ما نعرفش كتير منهم، فبالتالي ما وصلناش من الاسرة دي الا اسم ملكة واحدة، وهي زوجة نفس الملك اللي انا قلت اسمه من شوية، خاعسخموي، وهي ام الملك زوسر، اسمها نيبا ثب. نيمبا نيما ثب ده اسم الملكة الوحيد اللي وصل لنا من الأسرة التانية، أم الملك زوسر. طبعا الملك زوسر بني هرم سقارة. كمان جايلنا من الأسرة التانية، يعني في كلام مانيتون كان بيقول إن في عهد الملك ني نتري، هو كان مسميه بينو ثيرس. مانيتون ذكر اسم الملك بينو ثيرس، لكن المؤرخين بيعتقدوا إن بينو ثيرس ده هو ني نتري، الملك في الأسرة التانية. صدر قرار رسمي it was decided إن النساء يقدروا يمسكوا حكم مصر بشكل فردي زي الرجال. ده لأول مرة. في حد هيقول لي أنت في ملكتين قبل كده في حلقتين، زي ما قلت قبل كده، الغالب أغلب المؤرخين كانوا بيعتقدوا إن الملكتين دول كانوا ماسكين بصفة وصي على الطفل الصغير اللي هيبقى ملك بعد كده، واحدة على حور عاها والتانية على دين. وإن كان في فترة كافية جدا بين آخر ملكة اللي هي كان اسمها ايه؟ ميرت نيث، وما بين القرار حوالي 150 160 سنة، فده كافي جدا إن يكون اتنسى إن في ملكة، او ان يكون بالنسبة لهم الموضوع ده زمن ماضي فاعادوا ذكر القرار. ومع ذلك ما وصلناش ان في ملكة في الاسرة التانية او التالتة مسكت حكم مصر بشكل منفرد. ف يا اما ده نتيجة نقص المعلومات، ان كان في ملكات بس احنا ما نعرفش اسمائهم لسه، او نتيجة ان القرار اتاخد فترة زمنية لكن ما جتش الفرصة لتنفيذه. يعني كان مقبول ان يكون في ملكات نساء، لكن ما فيش ولا واحدة ست وصلت للملك. في الاسرة الثالثة عندنا اسم ملكة واحدة، وهي زوجة زوسر، ووضع عشان كده زوسر مميز، احنا عارفين امه وعارفين زوجته، اسمها حيتر حطب حيرنبتي، ده اسم زوجة زوسر. في الأسرة الرابعة كان عندنا طبعا زوجة الملك سنفرو بنت الملك حوني، حطب حرس الأولى. خوفو كان متجوز حينتوسين وميرت يت اس، وعندنا جيدفرع كان متجوز خينا تيكا، وحطب حرس التانية. وحطب حرس التانية هي واحدة من أبرز الملكات. طبعا هو الحلقة كلها عموما الملكتين المميزتين اللي هنتكلم عليهم كتير هما حطب حرس الأولى، أو حرس الأولى، وحطب حرس التانية. خفرع كان متجوز أكتر من واحدة، منهم مرسي عنخ التالتة، خمر نبتي، وبرسنت، واسمها حكن هيدري. منكوع كان متجوز
خمر نبتي التانية، لأن خمر نبتي الأولى زي ما قلنا كان متجوزها أبوه خفرع، وشيب سكاف آخر واحد كان متجوز بون فري واسمها واضح إنه على اسم مخبوزاتي. أول ملكة هنتكلم عنها حتحبسس الأولى، طبعا لا حتحبسس نبتي بنت زوجة الملك زوسر، وطبعا كانت واخدة ألقاب بنت الملك اللي كانت بتشوف حورس، كانت بتشوفه فين الله أعلم. وده طبعا الاسم الرسمي للملك زوسر، هنلاقي عندنا هنا نتر نتو وخ نتري خت، الثلاث حروف اللي تحت الثلاث شرطات دول حرف التاء، نتري خت او نترو خت لان الفم ده رو. نيجي بقى لأول ملكة رئيسية معانا النهاردة، هي زوجة الملك سنافرو حتحبسس الأولى. حتحبسس الأولى طبعا زوجة الملك سنافرو وبنت الملك حوني، النتيجة إن واحد من ألقابها هي الابن الملكية. وبما إن نفس اللقب الابن الملكي ما كانش ممنوح للملك سنافرو، فكان في شك إن سنافرو نفسه ما يكونش ابن حوني. ما بين المعضلة كلها ما بين المؤرخين حول إذا كان سنفرو ابن حوني واتجوز أخته، أو سنفرو ابن غير شرعي الحوني واتجوز أخته عشان يمسك الملك، أو سنفرو مش ابن الحوني من الأساس واتجوز بنت الملك وبالتالي مسك حكم مصر عشان. ولكن الملفت أكتر إن سنفرو من فترة اخذ لقب ان هو بيحب النساء نتيجة القصة بتاعته اللي احنا حكيناها في وستكار، القصة بتاعت لما كان راكب مع البنات في القارب. لكن نرجع تاني للملكة بتاعتنا حتحبسس الاولى، طبعا والدتها يرجح انها مرسي عنخ الاولى زوجة الملك حوني، طبعا هي بنت الملك حوني، والنسب ده كله راجع لجرافيتي رسمة بالحبر منقوشة على وهرم ميدوم الخاص بالملك سنفرو، وبيوجح ان النقش ده كان في عصر الدولة الحديثة فممكن ما يعتمدش عليه قوي. برضو من نساء الأسرة دي لكنها ما كانتش ملكة، لكن التمثال بتاعهم اللي مصنوع من الكوارتز ودقة النحت والألوان اللي موجود عليه ووعيته بتخلينا ان احنا نجيب سيرتهم، الأمير حتب وزوجته الأميرة نفرت، والاتنين من أولاد الملك سنفرو. ممكن راح حطب بيرجح يا إما كان أخو سنفرو يا إما كان أخو خوفو. وبعد حتحبسس الأولى المفروض بعد الملك سنفرو بيتولى ابنه الملك خوفو، هو اللي بيدفن والدته حتحبسس. وزوجات سنفرو زوجات خوفو زي ما قلنا قبل كده ما كانش مهتم بيهم بالقدر الكافي، فما سابلناش اي معلومات عنهم فهنطنشهم. ميريت اتيس يت اس، وطبعا الزوجة التانية كان اسمها، وزوجته التانية كان اسمها حنوت سن، ولكن زي ما قلنا مش هنجيب سيرتهم خالص، احنا هنتكلم عن زوجات الملك جدفع وخصوصا حتحبسس التانية. حتحبسس التانية من الحاجات اللافتة فيها هي الطريقة اللي رسمها بيها المصريين القدماء في مقبرة بنتها مرسي عنخ التالتة. مرسي عنخ كانت زوجة الملك خفرع في المقبرة بتاعتها اللي هي كانت في الأساس مقبرة حتحبسس، ولما بنتها ماتت أدتها المقبرة تدفن فيها. فالطريقة اللي اترسمت بيها إن شعرها كان أصفر وعينيها كانت زرقاء، وده عكس وجهة النظر المعروفة عن المصريين القدماء بالنسبة للمؤرخين. ونتيجة للاعتقاد ده البعض افترض ان الملك خوفو اتجوز زوجة مجهولة بالنسبة لنا ما نعرفهاش، وكانت من اصل ليبي او عموما من اصل اجنبي، وبالتالي كان شعرها اصفر وعينيها زرقاء، وهي اللي ورثت الصفات دي لبنتها حتحبسس التانية اللي اتجوزها جودفرع. بل وان جودفرع نفسه كان ملون عينيه زرقاء وشعره اصفر نتيجة ان هو كان ابن الملكة دي، الملكة الليبية المجهولة.
لكن هنا في الكتاب اللي احنا بنتناول فيه للأمانة العلمية هو بينفي النظرية دي تماما وبيقول ما كانش فيه ملكة ليبية لا شقرة ولا حمراء ولا صفراء، ولكن بمنتهى البساطة ده تلوين خاطئ. وجهة نظره تحترم يعني، في النهاية احنا دي وجهة نظره. في كتير خدوا الموضوع على انه جد، منهم الدكتور سليم حسن في الكتاب بتاعه ما حط بحارس زوجة الملك ديدفرع على شكل امرأة شقراء ترتدي رداء يختلف عما يرتديه عامة النساء المصريين مصريات، ومن المحتمل جدا انها من نسل خوفو عن طريق زواجه بامرأة اجنبية. طبعا كان المفروض يكتب من اصل لوبي، ولكن واضح انه خطأ في الطباعة فكتب من اصل نوبي. فهي النظرية بتتكلم عن ملكة ليبية. ففي اللي مصدق ان خوفو كان ليه زوجة مجهولة بالنسبة لنا كانت شعرها اصفر وعينيها زرقاء، وفي اللي مش مصدق وبينفي في بينفي الموضوع. وهنا طبعا الموضوع مش موضوعنا، ولكن في اساطير حوالين اللي بنت الهرم الرابع امرأة جميلة جدا اجمل النساء في كل العصور، وفي اسطورة حواليها اللي هي اسطورة ادوبيس هنقراها كمان شوية. فده اللي مخلي الناس تتشكك في الموضوع شوية. لكن في النهاية سواء ده أو ده، أنت في النهاية قدامك رسم وبتترجمه بالشكل اللي أنت شايفه كامل، والشيء الوحيد إنك تعرف بيه الحقيقة هي إنك ترجع بآلة الزمن. لازم نتقبل الاختلاف لحد ما، طالما اللي بيفسر الكلام أو المؤرخ اللي حاطط نظرية مش حايد بعيد جدا، يعني مثلا ما يشوفش راجل ويقول لك ده ست او ست ويقول لك ده راجل، او بيخترق احداث تاريخية ما حصلتش او ما عندوش دلالة عليها، فخلاص تقبل وجهة النظر المضادة. انا عن نفسي ميال ان كان في ان كان في ملكات كان شعرهم اشقر موجودين في عصر الاسرة الرابعة. مرة تانية بيورينا هنا جدول لترتيب الملوك وزوجاتهم. سنفرو جوز حطب حارس الأولى، حطب حارس الأولى خلفت خوفو ومرت إتيس وحنتو سن. ومن الغريب وطبعا في شك حوالين الاتنين دول ان هم اخوات لخوفو، بس كالعادة يعني انت بتفترض ان كل الملوك اتجوزوا اخواتهم. اه في ملوك اتجوزوا اخواتهم مش بننكر الموضوع ده، وفي نتيجة الألقاب الملكية اللي كانت مكتوبة والمفروض إن احنا ما نفترضش أكتر منها. يعني أنا عارف إن لقب بنت الملك أو ابن الملك من صلبه أو بنت الملك من صلبه أو حاجة زي أو ذات الدم الملكي، دي ألقاب أحيانا بتمنح للعامة نتيجة امتيازات مثلا، وأكيد ما فيش امتياز أكتر من إن واحدة تتجوز ملك هتاخد كل الامتيازات وكل الألقاب. لكن لازم تقرر ان مع التكرار ربما تكون حدثت، لكن بالشكل المتكرر ده تقريبا مفيش حد طول الـ30 أسرة اتجوز حد اللي اخته. يعني تقريبا اللي نفد من الليلة أمنحتب الثالث، بس ده نتيجة ان أمنحتب الثالث كان كاتب نسب اهل مراته بس، غير كده كانت هتتنسب لهم مباشرة. نرجع لموضوعنا تاني، خوفو ما نعرفش من مين خلف مين لكنه خلف كواعب اللي اتجوز حطب حارس وخلف منها مرسي عنخ التالتة. جدفرع اتجوز خنتيكا او اللي هي خنتوكاس مش خنتوكاس الملكة، واحدة قبلها، وما نعرفش خلف منها مين ما اتذكرش. مرة تانية خوفو مخلف خفرع اللي اتجوز مرسي عنخ بنت كواب وحطب حرس، وده بيأكد فكرة ان خفرع كان صغير السن وقت وفاة والد خوفو، يعني انه قدر يتجوز بنت اخوه. وطبعا خفرع كان متجوز غير مرسي عنخ 3 ملكات، خمر نبتي وهركديت وبرسنات. خفرع طبعا كان مخلف منقرع اللي اتجوز خمر نبتي التانية، ويخلف تشبسكاف اخر الملوك اللي مات من غير ما يخلف حد. نرجع لحطب حارس التانية، والتمثال ده موضح قوي قصة حياتها، واضح المؤلف
متعاطف جدا مع شخصية حطب حارس التانية، التمثال اللي على الجنب اللي على ايد الشمال ده، صغيرة كده وجنب رجل الملك، وتحس انها حزينة وقاعدة قعدة الأرامل، فمتعاطف مع الكلام اللي هيتقال في الجنب. طبعا حطب حارس التانية زي ما قلنا كان زوجها الأول كواعب، كواعب أو كواب كان ابن الملك خوفو، مات تقريبا في وقت موازي لوفاة الملك خوفو، قبله بسنة بسيطة، موازي له في نفس التوقيت، بس عموما هو كواعب ما أخدش الملك وما كانش عايش بعد وفاة والده. اللي مسك الحكم جدفع، فجدفع اتجوز أرملة أخوه حطب حارس وعاشت معاه لحد ما جدفع نفسه مات. مدة حكم جدفع بتختلف من مؤرخ لمؤرخ، ساعة الناس بتقول 8، ناس بتقول 11، ناس بتقول 23، وأنا مع الرأي اللي بيقول 23، لأنه ذكر التعداد ل 11 في واحدة من الحجارة اللي كاتب عليها، فالتعداد كان بيحصل كل سنتين، فهو مسك 23 سنة تقريبا. لكن بعد كده في ناس بتقول كمان، في مؤرخين بيقولوا كمان إنها اتجوزت الابن التاني اللي خوفه أو التالت بقى خفرع، فاتجوزت 3 أبناء 3 ملوك. وطبعا خفرع كان متجوز بنتها مرسي عنخ، فبالتالي هو كان متجوز الأم وبنتها مع بعض في نفس الوقت. لكن مؤلف الكتاب بينفي فكرة إنها اتجوزت خفرع من الأساس، بيقول إنها أخدت لقب الزوجة الملكية من الاتنين اللي قبل كده، فإن كان خفرع كاتب جنبها الزوجة الملكية فكان كاتب قصده على أخوه الملك جدفع اللي توفى. وإنها جوازها من جدفع كان جواز سوري عشان ما تفقدش مكانها في الملأ أو في الكورت، قاعة الحكم. طبعا قاعة الحكم بالنسبة للمصريين القدماء احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هو ان الملك كان بيبقى معاه المستشارين بتوعه، المستشارين دول رجال ونساء الأسرة المالكة بشكل رئيسي، اخواته ولاد عمه وابنائه وبناته، وكان بيبقى عنده مستشار او اتنين بالكتير قوي 3 من بره من عامة الشعب اللي باين فيهم النبوغ يعني، وشخصيات بارزة جدا لما بتدخل في الملأ ده، بيبقى شخص عبقري كده، ام حطب في نفسه مثلا، امين حطب ابن حوبة، رخمي رع، حاجة شخصية كده، ولو ان رخمي رع ما كانش في مجلس الحكم اصلا. فاحنا احنا انا بدي مثال بس يعني، شخصية بارزة قوي من العامة اللي تدخل، غير كده هي عيلة الملك. كلام يمكن انا ذكرته قبل كده في الحلقة بتاعت شبهة مؤمن آل فرعون، ازاي كان بيكلم فرعون كده، قلت ان في الغالب الملأ بيبقى من اهله من عيلته، فاللي كان بيكلمه ده يا ابنه يا اخوه يا ابن عمه ابن خالته بالكتير. فهنا بيفترض عشان حطب حرس التانية ممكن كانت مميزة في مجلس الحكم، كان ليها وجهة نظر كويسة، أو تكريما ليها لأن المفروض كان زوجها كان يبقى الملك، فالزواج حصل سوري ما بينها وما بين جدفع عشان تستمر في مكانها في المجلس. اوكي مقبول، بس احنا في عصر ما كانش فيه الحساسيات دي، كان ممكن تدخل برضو المجلس من غير ما تكون متجوزة، ما هي بنت خوفو يعني. انا بميل اكتر ان زواجها من جدفع كان رسمي اكتر او كان حقيقي. نيجي للملكة الثالثة مرسي عنخ الثالثة. طبعا اتكلمنا في حطب حارس التانية على انها ممكن كان شعرها اصفر وعينيها زرقاء، ده احتمال وارد، وبالتالي عادي كان في الوان موجودة في مصر من العصر الفرعوني، من عصر الاسرة الرابعة كمان، ويمكن يثبت بعد كده ان كان في سابق. واتكلمنا في عصر ما قبل الأسرة برضو ان بعض الحضارات لما حللوها، خصوصا مدينة بوتو اللي كانت في الشرق، لما حللوا الجثث اللي فيها لقوها بترجع لهضبة الأناضول، يعني كانوا ملونين إلى حد ما، كان فيهم شعر أحمر وحاجات زي كده. مرسى عنخ الثالثة زي ما قلنا كانت زوجة الملك خفرع، وماتت قبل والدتها ما تموت. حطب حارس التانية ماتت تقريبا في عصر شيبس كاف، آخر ملك خالص في الأسرة الرابعة، ووالدتها نتيجة إن هي ماتت قبلها ادتها المقبرة بتاعتها بعد ما اتغيرت فيها حاجات، وكتب فيها اسم بنتها مكانها، وليها صور كتير. وهنا
الرسمة اللي عندنا على الإيد الشمال دي مارسي عنخ، اللي هي اللي ورا وشعر قصير، اللي لابسة عقدة حوالين رقبتها، وحطب حارس هي اللي لابسة قدام، والمفروض ده قارب البردي المصري القديم، وكان ده رسم جنائزي، يعني رسم زي ما نقولش عائري للإلهة حتحور، وده بيبين إن عقيدة خوفه ما كانتش قوية قوي في عصر أبنائه، يعني ما كانش فيه تحيز ضد كل الآلهة اللي كان عند خوفه، خوفه بس اللي كان متحيز قوي ضد أي إله تاني وقفل كل المعابد، فواضح إن خفع كانت الدنيا أهدى جدا في عصره من عصر أبوه. برضو من المصادفات العجيبة في مرسي عنخ الثالثة إن في الغالب اللي وصل لنا من هيرودوت إن فترة التحنيط بتاخد حوالي 70 يوم، لكن التواريخ المتسجلة في مقبرة مرسي عنخ بتقول إنها اتدفنت بعد 272 يوم، ووارد جدا إن ده يكون نتيجة إنها ماتت في سن صغير، ما كانش متجهز لها مقبرة بشكل كامل، أو ممكن كان الملك خفرع هيدفنها في واحد من الأهرامات الصغيرة اللي جنب الهرم الكبير بتاعه، والهرم ده ما كانش كامل في الوقت ده، فوالدتها على بال ما عدلت المقبرة بتاعتها عشان بنتها تدفن فيها كان فات الوقت ده، كان فات 272 يوم على الدفن. وده أسماء 3 زوجات تانيين لخفرع غير زوجته الرئيسية، غير مرسي عنخ اللي ماتت. وهنوصل لخمر نبتي التانية، زوجة الملك منكورع. والكاتب هنا بيقول لنا عن قصة ذكرها سترابو خاصة بالملك منكورع. أنا هدور في كتاب سترابو، لو لقيتها دي أكيد فيها حلقة عشان قصة كوميدية على الآخر، يعني الموضوع مش بس تعقيدات، لو في كوميديا هنمشي معاه. سترابو بيقول لنا إن كان في كورتيزان عاهرة اسمها رادوبيس، ذكرنا القصة دي قبل كده، كانت موجودة في مصر. المفروض كانت لابسة صندل أو جزمة، خطفها الناس وطار بيها ورماها في حجر الملك خفرع، الملك منكورع. فالملك منكورع اول حاجه عملها لما لما مسك الجزمه في ايديه انه شم الجزمه، عجبته الريحه بتاعت الجزمه، فقرر ان هو يدور على صاحبه الجزمه دي، لقاها اللي هي رادوبيس، واتجوزها في الاخر. طبعا القصة شبيهة بقصة سندريلا، ولو ان دي اقدم من اي نسخة لسندريلا، يعني فتعتبر ممكن سندريلا هي اللي متاخدة من قصة سترابو. وكمان لو شفنا قصة الاخوين اللي هو انوبي وكان تاتا باتا، انوبي وباتا، كان فيها برضو حاجة شبيهة، ان الملك وصلته شعرة من البحر مالت المكان عطر، فبعت بعثة تدور على صاحبة الشعرة، وكانت صاحبة الشعرة دي زوجة باتا، فقرر انه فهي خانت جوزها وقتلته عشان تتجوز الفرعون، وما كانش الفرعون مذكور اسمه. في نسخ اقدم للقصة، كل ما نمشي وراها هتلاقي في قصة اقدم، يعني فواضح ان قصة سندريلا ممكن اصلها مصري فرعوني، او هي النسخة دي. طبعا اللي بيضحك جامد في القصة ان الملك عجبته ريحة الجزمة. اسف جدا، انا مأخر تصوير الحلقة ولغيتها كذا مرة عشان كل ما الجزء ده اقعد اضحك. ما فيهاش حاجة، الناس أذواق، واحد عجب يمكن ريحة رجل مرته كانت صعبة، فلما لقى ريحة رجل نظيفة فقال لك بس هي دي فرصتي في الحياة. الله أعلم ايه العذر بتاعه، ولكن دي قصة وردها سترابو عن الملك منكور. وزي ما شفنا طبعا الدكتور سليم، القصة مشهورة لدرجة ان الدكتور سليم حسن كان بيرد عليها في الجزء اللي انا قريته لكم من شوية، بتاع ان كان في ملكات شقاوات، فبيقول لا، ان فكرة الالوان دي موجودة، يعني ان في ملكات كان شعرهم اصفر، ده موجود من ايام خوفو، لان بنته حتحبسس التانية كان شعرها ملون، وده وارد انه يطلع في الجينات بعد كده، فيطلع عندنا كذا ملكة شكلها حلو، ومش شرط انها تكون جاية من بلد اجنبية، لا هي من بنات الملك خوفو.
في ملكة اسمها ريختيري، وفي في المقبرة بتاعتها بتدعي ان هي بنت الملك وزوجة ملك، لكن مين ريختيري دي ما نعرفش صراحة، ومين جوزها ومين ابوها ما نعرفش. هي بتقول انها بنت ملك واخت وزوجة ملك، وما نعرفش هو مين اصلا في الاتنين، واسمها ريختيري. بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الملكات، تقريبا ده كان التاج المشهور للملكة، عبارة عن خليط من الناس والكبرى، الا اذا كانت اسطورة هيرودوت صحيحة، التعابين اللي بتطير كانت موجودة. بس هو عموما التاج النسائي للملكات في الوقت ده كان بالشكل ده، زوجة الملك الرئيسية، اللي هو تاج من الريش وفيه كوبرة ذهبية بتحوط الرأس. آخر ملكة في الأسرة الرابعة كزوجة رئيسية طبعا هي زوجة الملك شبسكاف، وهي بون فري أو باف بان فري. بعد كده طبعا المفروض شبسكاف بيموت من غير ما يخلف حد، فبيكون بنت منكورع خنتوكي أو خنتوكاس باليونان اللي اسمه المشهور ليها، هي اللي بتمسك حكم مصر كأول ملكة تمسك، مش وصية على حد، ملكة بشكل فردي. ودي هتكون معانا الحلقة القادمة إن شاء الله. طبعا هي ظروف الحلقة عشان احنا كنا عايزين نتكلم عن الملكتين حطب حارس الأولى والخلاف اللي حصل في نسبها، ما بين هل هي بنت حوني ولا لأ، وده كان نتيجة ان الخلاف حوالين سنفرو نفسه. سنفرو بني 3 أهرامات، فهل سنفرو من خارج الأسرة الملكية ولا كان ابن الملك حوني؟ كتير من الايجيبتولوجيست علماء المصريات في الوقت الحالي بيفضل انه يحط نفسه في السيف سايد ويحاول ينسب الملك من خلال الدم بالملك اللي قبله، الا اذا مقفله في وشك يعني مقفله في وشك من كل الجهات زي رمسيس الاول مثلا، صعبه، مش ابن حوني محب اصلا، ف خلاص بنمشيها. لكن غير كده هنلاقي لها تصريفة ونوبة الملك بالملك اللي قبله بالعافية، وعشان ما يتهمش بأي حاجة، وعشان الكتاب بتاعه يعدي، فايه خلاص انسبه. فده اللي حاطط الشك في نسب حطب حارس. لكن لو شفنا النصوص المتسجلة بتوضح ان حطب حارس هي اللي بشكل كبير بنت حوني، وان سنفه من خارج الأسرة الملكية، وأكتر من بردية متسجلة بالمعنى ده. لكن ده مش موضوعنا. الموضوع التاني كان حطب حارس التانية، واضح ان الاسم مرتبط بالخلافات اللي حواليها في علم المصريات، وهل هي كانت شقراء فعلا ولا ما كانتش شقراء، واذا كانت شقراء سبب الشقار ده جاي منين، هل هي جينات نتيجة ان المصريين عموما مع بداية تكوين الدولة كانوا جايين من أماكن مختلفة من جهات مختلفة بوصفات مختلفة، فكان في كل الصفات موجودة في نسلهم وفي أبنائهم من قديم الأزل، ولا نتيجة إن فعلا خوفو اتجوز ملكة أجنبية، وبالتالي كان في أبنائه وبناته بعض الأبناء اللي كان شكلهم ملون، ولا الاحتمال الثالث زي ما احنا قودنا هنا في الكتاب ده، ان ده سوء تلوين، اللون الاسود خلص معاهم فقررنا ان احنا ايه نديها لون اصفر بدل اللون الاسود، ولون ازرق في العينين بدل الاسود وخلاص. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى ما كنتش طولت عليكم، ولا هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.